مهم يعني مبدئيا عايزك ترد لي على كلمه فزاعات، يعني كل شويه تستخدموا فزاعه عشان تخوفوا العيال يعني اللي في التحرير؟ لا لا لا، هو مش فزاعات طبعا. يعني الازمه الاقتصاديه، النظام السابق كان يخرب الاقتصاد المصري. هل المطلوب الان ان احنا برضو نخرب الاقتصاد؟ انا ارى في عيون بعض الشباب استهتار شديد جدا بمساله الاقتصاد. غالبا هو لسه بياخد مصروفه، غالبا هو ما يعرفش يعني ايه ان تيجي الدولة اول الشهر ما تلقاش مرتبات موظفين، فتقول المطبعة البنك المركزي اطبع، فيحصل يزيد التضخم وتنهار العملة المصرية. يعني ايه بياخد مصروفه؟ يعني لسه ما بيتحملش مسؤولية لا حقيقية. في ناس سجلنا معاهم كتير جدا شباب زي الفل بيشتغلوا في حتت. طب بيشتغل ومسؤول وكل شيء، يعني مش كلهم بياخدوا مصروف، مش كلهم. ولكن هل عنده احساس فعلا بقيمة الاقتصاد في الوطن؟ يستهتر هذا الاستهتار باقتصاد وطن بيطعم 85 مليون مصري قد نستيقظ في الصباح ولا نجد لهم غذاء او كساء او دواء. انا بسمع عن أزمة الدواء وزعلان جدا، بسمع عن أزمة منتظرة في شهر رمضان في السلع التموينية وزعلان جدا. فهي مش فزاعة، احنا ما يجبش ان احنا نخرب الاقتصاد وبعدين لما يجي واحد يقول له هتعمل لنا فزاعة. لا، احنا بنخرب الاقتصاد، دي حقيقة. انك تحاول تغلق ميناء بيدخل منه السلع الغذائية الرئيسية لمصر، تغلق ميناء بيدر العملة الصعبة على مصر، تعمل تخويف ان مجرى قناة السويس في خطر، كل ده السياحة مش هربت. رأس المال الاجنبي مش كل يوم بيتسحب بره مصر. كل ده مش خراب ولا احنا فرحانين بالخراب؟ ممكن واحد يرد عليك باشمهندس يقول لك هكذا هي طبيعه الثورات. لا 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 لا، يجب ان يكون المجتمعات بعد الثوره. لا يا اخي، والضغط ومزيد من الضغط لتحقيق المطالب. هو لو لم يسقط النظام كنا نقول كده، لكن المطالب الموجوده الان، ودي مساله مهمه، المطالب الموجوده الان وان كانت جميله ولكن كثيرا منها لا يتحقق الا على حساب مستقبل هذا الوطن. وبعدين باشمهندس حضرتك بتتكلم عن السياحه ليه؟ مش المفروض الجماعه الاسلاميه ضد السياحه والسياح يعني والمايوهات والشواطئ؟ بالتاكيد احنا مش مع المايوهات. انت مع المايوهات؟ غطاء انا مع المايوهات. انا مع المايوهات ونص. مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بيا. وانت برضه مالكش دعوه بيا. انا مش لا تمام، بس خلينا نتكلم بصراحه. لماذا التباكي على اموال السياحه ودخل السياحه والعمله الصعبه التي تدرها السياحه؟ يعني انا مش معنى دلوقتي احنا عايزين دولارات السياحه. انتظرني يا سيد، قد اعترض على بعض الاوصاف التي ياتي بها السياح، ولكن معنى ذلك ان اهدم صناعه السياحه كلها؟ لا اظن. ننتقل من هذه النقطه يا سيدي ونقول احترام. يعني انت مع يعني دخول السياح لمصر بس في اطار معين. نعم. بالنسبه لاحترام الاعتصام، الاعتصام يحترم القانون فنحترم الاعتصام، لكن اعتصام يعطل الحياه في ميدان كبير في ميدان التحرير شديده جدا في الحكايه دي خالص. نعم، في مبالغه شديده. لا مفيش مبالغه. ميدان التحرير مقفول من هترد. الله، اين المبالغه يا سيدي؟ ميدان التحرير مغلق منذ اكثر من اسبوعين. اين هذه المبالغه؟ ميدان التحرير مغلق. المجمع اغلق، نعم، كان في تهديد نوقف المترو، ايوه. التفاوض مع المعتصمين، هم المعتصمين قابلين تفاوض، هم المعتصمين بيروحوا المجلس العسكري نحاول على الاقل هم مش قابلين حد يتفاوض معاهم على مطالبهم. يعني ايه ان انت تحقق ثلاث مطالب وتصبر على ثلاث؟ لا، وبيروح المجلس العسكري ينفذ السبع مطالب، يقول ينفذ. اقاله حكومه عصام شرف، استقالت الحكومه. حضرتك شايف مبالغه في ايه بالظبط؟ كل المطالب فيها نوع من المبالغه وابتزاز المجلس العسكري. يعني قول لي زي ايه مثلا؟ يعني